الوصفة هذه يا بنات راح تكون إدمان. روحوا حق صديقاتي من نور ونوف وشوفوا يا ترى مين بتطلع بسبوستها أحلى، مين بتطلع بسبوستها ألذ. روحوا وشوفوا وشيكوا هناك. طيب خليني أقول لكم مكوناتها، عبارة عن 3 طبقات. الطبقة الأولى عبارة عن طبقة البسبوسة، راح نحط فيها زبادي وسميد وحليب بودرة زيت وسكر وبيكنج باودر. الطبقة الثانية عبارة عن قشطة، استخدمي أي قشطة جيمر بعلبة، استخدمت التاج. والطبقة الثالثة عبارة عن كنافة مع فركتها بشوية زبدة. بالنسبة لصينيتي راح أحط، طبعا أسوي معاكم نص مقدار، أتوقع صديقاتي ممكن يسوي مقدار كامل، أنا سويت نص مقدار بس بحط لكم مقدار كامل، يعني ما بحط لكم مكتوب هذا المقدار، لا بحط لكم الكامل. صينيتي بنات دهنتها بطحينة، مرة بتفرق معاكم، بيفرق معاكم كثير كثير في الطعم. تعرفوني أعشق البسبوسة، لأنه حط عباس على دباس وأخلطي وانتهى الموضوع، ما في شيء إنها تفشل أو ما تنجح. بإذن الله ناجحة معاكم. طبعا شغلت فرني الآن وتعالوا نشتغل. بنحط هنا زبادي، الزيت، السكر، حليب البودرة، السميد والبيكنج باودر ونخلط. نخلط كل المكونات مع بعض، زي ما قلت لكم امشي مقدار بسيط، يعني المقدار الكامل بيسوي لك صينية كبيرة. نخلط هاي المكونات لين تتجانس. خلنا اخلط وارجع لكم. هنا بسبوستنا راح نصبها في القالب حقنا. أبدأ بتوزيع القشطة بشكل عشوائي بنات، مو لازم يعني تكون مرتبة مرة أو تكون طبقة أو شيء، لا عادي، أهم شيء نحط فوقها قشطة في كل مكان. خليني أكملها وأرجع. حطيت قشطتي، بحاول شوي بشويش 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 كذا أسنعها بحيث إني أوزعها على الكل بشويش، ورقة وحب ونعومة ودلع قد ما تقدرون دلعوا في هالبسبوسة. متأكدة النتيجة بتبهركم. هاي تعمل وصفات اللي تعتبر وصفات رمضانية. خلي أكمل وأرجع، يعني الموضوع محتاج حب. يعني يا جماعة حطيت تقريبا علبة ونص، زدتها شوي، كانت علبة كانت قشطة التاج وما عندي إلا واحدة صراحة، فحطيت نوع ثاني. المهم مش مشكلة، اشتروا هالبسبوسة إني حاطة نوع ثاني. الآن خذي الكنافة وانثريها بهذا الشكل على وجه بسبوستك، وبعد كذا راح تدخل إلى الفرن. خليني أوزعها وأسنعها وأرتبها. قطعتها طبعا بالمقص تقطيع طويل، ما أبيها تكون مرة صغيرة، أنتي براحتك تبينها صغيرة كيفك، أنا ما أبيها صغيرونة، وهطلع كذا شكلها زي الكنافة. خلصنا، فبطبطب عليها بكل حنية. يا هالبسبوسة، يا ندلع وإحنا ندهن، يا نطبطب بحنية. نقصها حنان بسبوستي حبيبتي البسبوسة. يلا هذا طبطبت عليها والحين تروح إلى مثواها الأخير، مو الأخير قبل الأخير. تدخل الفرن، إلى الفرن. هذه بسبوستي وهي حارة راح أسقيها بالشيرة. شيرتي أنا جاهزة صراحة، يعني مش جاهزة، أنا مسويتها بس يعني قصدي إنها مش توني مسويتها مخصوص لها، لا والله. بس إذا بتحطينها وهي حارة فانتظري واحدة منهم تبرد، يعني يا الشيرة باردة والبسبوسة حارة أو العكس، بس أفضل كذا عشان تتشربها وهي حارة تتشربها. فبنحط الشيرة تقريبا كلها، خل أحطها بعدين زينها. بالنسبة للزينة عندي فستق ورد، عاد شوفوا انتوا اللي حابين تزينونها فيه، ممكن تكتفون بالفستق. خل ازينها، نرجع نسويها جلسة التصوير. انتهى بالورد والفستق، عاد اللي انتوا حابينه، والان راح نسويها احلى جلسة تصوير.